وحدتنا البحثية من نحن للأسبوع الخامس. سنبدأ بقراءة النص الثاني تكاملا مع وحدتنا البحثية من نحن من خلال قراءة نص دمية الشمس، وسنتعرف على كيفية تطوير المهارات لكل من الأطفال، حيث أن المهارات 5 أنواع: مهارات التفكير مثل التفكير الناقد، مهارات تواصلية مثل مهارة الاستماع، مهارات القراءة ومهارات الكتابة، المهارات البحثية مثل جمع البيانات، والمهارات التواصلية من خلال التعامل مع الآخرين بفعالية. أما بالنسبة إلى المهارة إدارة الذات، فكيف تنظم وقتك للاستفادة ولقضاء وقتك بفعالية شديدة. سنقوم بمراجعة أزمنة الأفعال الثلاثة من فعل ماض ومضارع وأمر، حيث أن الفعل الماضي هو الفعل الذي يحدث في الزمن الماضي ويكون دائما مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. أما الفعل المضارع فهو يكون فعل المضارع ومرفوع علامة رفعه الضمة. أما فعل الأمر وهو فعل أمر مبني على السكون. سنقوم بتوظيف 3 جمل ونقوم بتحويل الجمل من ماض إلى مضارع وبالعكس. أما بالنسبة إلى المهارة الإملائية، سنقوم بإعطاء العديد من الأنشطة التفاعلية التي تساعد في التمييز بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء. دمتم بخير وسعادة. نبدأ بعمل لوحات إرشادية عن حقوق الطفل، مثل حق الطفل في اللعب والتسلية، حق الطفل في التعبير وتنمية المهارات وإشباع الهوايات، الحق في التربية والتعليم، الحق في المساواة وعدم التمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الجنس، الحق في الرعاية الأسرية من حيث الحب والحنان والملبس والمسكن، الحق في التمتع بالصحة والسلامة البدنية والتغذية المناسبة، الحق في العدالة وعدم التعرض للمعاملة القاسية أو الإيذاء البدني أو التحرش أو كل ما يمس بكرامة الطفل، حيث عندما ينتهي المتعلمون من هذه اللوحات الإرشادية سيقومون بعملية توعوية لباقي الأقسام أو لباقي الصفوف داخل المدرسة. دمتم بخير وعافية أصدقائي الطلاب.